بداية برج الدلو ممكن تكون تتعامل كنت تتعامل ويا شخص من برج العقرب. برج العقرب هذا أشوف إنه هو من النوع اللي عنده نوع من العصبية الهجومية. هذا الشخص ممكن يكون إذا قد ما تحاول تبني وياه، أو مو شرط يعني برج العقرب، whatever يعني أي ساين ثاني عادي، لأن الناس أكو تسأل بالأبراج تقول مو هذا البرج. فالأبراج هي الفئة محددة من عندكم اللي يتعاملون ويا الشخص اللي برجه أقوله، يعني بالذات القراءة ممكن تطبق عليهم أكثر من عندكم أنتم. فأشوف إنه أنت مريت بصدمة عاطفية، ممكن تكون حتى صدمة بصعيد العمل، ممكن تكون انفصلت من عمل، تركت عمل صار لك فترة، أو طلعت من عمل بظلم، أكو شخص خرب عليك بشغل أو حتى بعلاقة وأدى إنه هاي الشغل أو العلاقة تنتهي وتنهد. أشوف أنت طاقتك بالفترة الحالية عندك نوع من الغضب، ممكن تكون دا تمر بمشاكل، مشاكل مادية، مشاكل عائلية، مشاكل على الصعيد العاطفي بالنسبة للناس اللي علاقتهم بعض منهم، أشوف علاقة مهزوزة بيناتكم. فأشوف أنت عندك طاقة غضب كبير بالفترة الحالية، طاقة تعصب، وصاير عندك عناد عنيد جدا انت بالفترة الحالية. ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج الثور. برج الثور اللي انت تتعامل وياه هذا شخص ممكن يكون ما يتقبل النقاش، لان هو بعد برج الثور هو ينطبق المثل بيه بالعناد. فاشوف انه انت تتعامل ويا شخص عنيد جدا، شخص ما يهتم بمشاعرك، كان شخص بالنسبة لك متعب، شخص دائما من تحكي وياه يخليك توصل الى مرحلة الانفجار من كثر الضغط اللي يضغط عليك. اشوف اكو شخص ضاغط عليك بالسابق كان هواية، وهذا الشخص قلت لكم ممكن يكون برج الثور او حتى برج الميزان. ف هذا الشخص تعبك هواية بحياتك، ممكن تكون انفصلت عنه او بالفترة الحالية انت بحالة انفصال. اكو قناع سقط من شخص موجود بحياتك، وانت بالفترة الحالية مو متعظ من تصرفات هذا الشخص او حتى من حقيقته. ممكن يكون كان غاشك ببيت حلو، منظر حلو، يعني ظاهر حلو، ولكن جوهره هو مكان جوهر نظيف، مكان جوهر جميل، يعني هو فقط مظهر خارجي. فأنت اكتشفت على حقيقته، من اكتشفت على حقيقته هذا الشيء سبب لك صدمة كبيرة بحياتك وخلى أمورك كلها يعني تتبعثر من بعد حيرة أنت كنت بيها، من بعد تردد كبير اتجاه قرارين أو حتى شخصين. ممكن تكون عندك مشاكل عائلية قاعد تحاول تصلح بين شخصين أو حتى بينك وبين شخص. فأشوف كنت ماخذ هدنة، عندك وضع الهدنة ويا هذا الشخص، ولكن من كثر ما ضغط عليك انت صار عندك نوع من الانفجار، فانت انفجرت على هذا الشخص وصار بيناتكم كلام جارح، تجريح بالكلام، وادى هذا الشيء الى مشكلة بيناتكم، سببت انه يصير بينكم زعل او حتى فراق او انفصال لبعض من عندكم. اشوفك انت يعني حاكي بصراحة، من بعد فترة خذت سكوت وتهتم للمشاعر انفجرت، قلت لك عندك هنا طاقة البركان، بركان وانفجرت، كانت عندك بركان من الغضب بداخلك و فجرت على هذا الشخص ووقفت العلاقة بيه، قطعتها، صار عندك كلام مواجهة بصراحة بينك وبينه. إذا كنت منتظر مواجهة من هذا الشخص اللي أنا قاعد أحكي عليه، فالمواجهة راح تكون موجودة خلال أسبوعين منا، يعني من تاريخ ما أنت تشوف الفيديو أسبوعين أشوف المواجهة راح تكون بينك وبين هذا الشخص، راح يصير كلامه بصراحة وراح يعتذر منك هذا الشخص من بعد ما يعرف غلطه. هسه هاي الطاقة العامة قلت لكم ممكن تكون على الصعيد العاطفي والأسري، وممكن تكون على الصعيد العمل انه انت انفصلت من عمل بسبب العصبية الزايدة، ممكن شخص بالعمل ضغط عليك هواية وصارت مشكلة بينك وبينه، وهذا الشيء ادى لانه انت انفصلت من العمل وطلعت. هذا كله يعني خليه بالماضي خليناه. فهذا هذا العام راح يكون بداية عصرك يا برج الدلو، انت من هاي العام بلشت الانطلاقة، هي هاي الانطلاقة الجديدة اللي راح تبلش بحياتك من هاي السنة إن شاء الله. أمورك المادية، أمورك العاطفية، أمورك الصحية، حتى أمورك العائلية، يعني صح ممكن تبدي شوية بمشاكل السنة ولكن راح تهدأ وتستقر بعدها. قراراتك كلها راح تكون صحيحة، عندك انتصارات على هواي ناس مريت بيها، حتى الناس اللي ظلموك بحياتك قبل أشوف راح يصير عندك نوع من استرداد الحق أو حتى الغفران الذاتي، راح تغفر لهم لأنه أنت طاقتك إيجابية جدا عالية. وأساسا أمورك أشوفها بهاي السنة على جميع الأصعدة أمور جدا إيجابية وحلوة. أنت طاقة الطاقة العامة للسنة هي طاقة الويل أوف فورتشن، يعني عجلة الحظ طلعت لك أول ورقة
الشيء اللي توج هاي السنة، أنت عندك الحظ كله وياك. أي خطوة كنت تريد تقدم عليها ابدأ بيها، خاصة بداية السنة، أول 5 أشهر من السنة. حاول إنه أي طموح عندك، أي أحلام تشتغل عليها بهاي الفترة. عندك وضوح، عندك مخاوف كانت بالسابق، أشوف راح تتخلص من عندها. الأوهام اللي كانت موجودة، حتى الأمور اللي مضمومة عليك، عندك وضوح من بداية السنة راح تنكشف لك هواية أمور، هواية أسرار، ممكن حتى هواية أقنعة. سقطت الأقنعة، خلاص أكو هواي ناس بحياتك كانوا لابسين أقنعة، سقطت الأقنعة من عندهم. ممكن يكونون من العائلة، ممكن حتى يكون شريك عاطفي لبعض من عندكم. عجلة الحظ وياك، وطبعا طلعت لك وياها الناين اوف بنتكل، فأوضاعك المادية راح تتحسن تحسن كبير. انت نفسك راح تتفاجئ من عنده. البعض منكم اشوف اللي عنده عمل ثابت، اكو عمل ثاني، تركيزك على العمل كبير جدا، راح تشتغل بدال الشغلة شغلين وثلاثة حتى تحقق استقرار مادي. وعندك هنا ورقة الناين اوف بنتكل والتين اوف بنتكل، فانت عندك تقدم من 9 للـ10. أمورك أشوفها بالعمل، أمورك المادية، أمورك حتى العاطفية العائلية، كلها في استقرار تام. على الوضع العام يعني الطاقة العامة، أنت بلشت تعرف هواي ناس على حقيقتهم، بلشت أن التعب اللي تعبته بالسابق، المشاكل اللي كانت عندك كلها، الأمور اللي كانت متعلقة طاقة الحظ طلعت وياك الويل اوف فورتشن، أمورك كلها راح تبلش تتغير، تغييرات كلش سريعة راح تصير بحياتك. وعلى الصعيد المادي بالأخص قاعد أشوف البعض من عندكم عنده نجاح على الصعيد العملي، أو حتى إذا كانت البعض الناس اللي عندهم دراسة، أشوف أكو نجاح، أكو انتصار، أكو تقدم، أكو شيء بعملك أنت. إذا كنت أنت بمجال داخل مجال عمل معين وقاعد تحاول تطور بيه، راح يتطور هذا العمل اللي أنت بيه، وراح تنعرف وتنشهر بيه، وأكو ناس هواية راح تفرح لك بيه. عندك تقدم بالعمل، أمورك المادية في تحسن ممتاز. ممكن أول 2 شهر من السنة تكون الأمور يعني بها نوع من المعلقة، ولكن بها تحسن. يبدأ النصف الثاني من السنة توصل لمرحلة التين أوف بنتكل، يعني كل الأرباح اللي أنت منتظرها، أو حتى ناتج العمل، أو العمل اللي أنت ممكن تكون دخلت عمل جديد، أرباحها كلها تبين. أنت من نهاية السنة إن شاء الله راح تكون على الوضع المادي مستقر تماما ماديا، وأمورك كلها تمام. البعض حتى اللي عندك أسرة مثلا، أمورك الأسرية استقرار مادي إلك ولعائلتك، قاعد أشوف كلش كبير من هنا لنهاية السنة، خاصة شهر 10. شهر 10 راح الأموال تبدأ تدور عليك من كل مكان. البعض منكم ممكن يكون منتظر، إذا كانت عندكم ورث أو حتى أموال منتظريها على شخص، صار لكم 2 سنين منتظرين، أو حتى مشاكل تخص ورث، أشوف هذا المشاكل راح تنتهي إن شاء الله بهاي السنة، وراح تاخذ حقك، راح تاخذ ورثك، أو حتى الأموال اللي كنت مديون يم شخص، أشوفها راح ترجع إلك هاي الأموال، وراح تفرح بيها. أمورك المادية كلش زينة، إن شاء الله تتحقق عليكم، ماكو أحلى من هيك أوراق تطلع للأمور العملية والمادية. عملك أشوفه فيه تقدم، ولكن محتاج من عندك بعض الانضباط والتنظيم. حاول تنظم أعمالك، إذا قررت تشتغل شغلتين فحاول تنظم وقتك، توازن بين أعمالك وما تقصر، ولكن الحظ لا جانبك، فلا تخاف ولا تقلق يعني. فبرج الدلو كل التوفيق لكم على الصعيد المادي إن شاء الله يا ربي، الله يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون. على الصعيد الصحي أشوف عندكم شفاء موجود، أموركم الصحية تمام. ممكن تكونون شتوا قلقين اتجاه مشكلة صحية من شخص من العائلة، المتزوجين ممكن يكون الطفل عندكم بالعائلة مريض وشتوا شايلين همه. أشوف هذا الطفل عنده طاقة شفاء وفرحة عائلية راح تكون موجودة بشفاء هذا الطفل المريض. ما قاعد أشوف شي يخصكم، ممكن شي يخص العائلة يكون، وتفر اي شخص من العائلة انتو موجود يعني عنده مشكلة صحية او ازمة كان مار بيها، اشوف عنده شفاء، اكو فرحة عائلية، اكو لمة حلوة. بعض النساء من برج الدلو اللي كان متأخر عليكم الحمل صار لفترة، او حتى عندكم مشاكل بالحمل ما قاعد يتم، اشوف الزواج، اشوف عفو الحمل موجود عندكم بهاي السنة ان شاء الله. اكو عندكم طاقة حمل موجودة، طاقة ولادة طفل جديدة ممكن تكون موجودة، ممكن إذا أنت حامل وخايفة عندك مخاوف من الحمل، فأشوف الولادة راح تسهل إلك، وعندك فرحة بولادة طفل جديد راح يدخل للعائلة.
بالنسبة للأوضاع العائلية والأسرية، البعض منكم قلت لكم ممكن يكون صاير زعل بينك وبين شخص من العائلة أو حتى شريك، الزعل صار لفترة، ممكن صار ل 8 أشهر أو 8 أسابيع أو حتى من شهر الثامن، هذا الزعل موجود بينك وبينه، أكو خلافات اضطرت لأنه أنت أما أنت انسحبت بزعل أو هو زعل وانسحب من عندك. هذا الشخص قاعد أشوف أنه الأمور بيناتكم راح تبلش شوية شوية تهدأ، وإذا كنتم منتظرين عودة شخص غائب عليكم أو شخص مسافر، فأشوف العودة راح تكون بشهر الثامن إن شاء الله، راح يرجع هذا الشخص اللي مسافر أو حتى اللي تركم ورحل يعني، وصار بينكم وبينه زعل. فأشوف ممكن تكون أكو بعض الخلافات العائلية تصير، ولكن الأمور تعدي بسرعة بسرعة، ماكو مشكلة كبيرة يعني، أموركم العائلية نوعا ما راح تكون مستقرة، ولكن لا تخلو من بعض اختلاف وجهات النظر والخلافات. أحلامك وتطلعاتك يا برج الدلو، هي أحلامك وتطلعاتك مبينة من الأوراق اللي موجودة، فأكيد يعني راح تكون الثري أوف بنتكل. أنت بالفترة الحالية قاعد تدرس مشروع أو حتى قاعد تدرس شراكة معينة، أو قاعد تحلم أنه تطور بشغلك، تطور أوضاعك المادية، تحسنها، تدخل عمل جديد، شراكة جديدة. فأشوف أنه أحلامك وتطلعاتك العفو أنه أنت تجد بالعمل اللي أنت موجود بيه وتكبر وتحقق نجاح، وراح تحقق إن شاء الله النجاح. فأنت مركز على عملك بصورة كبيرة بهاي السنة، أنت منطلق يعني، أنت راح تتقدم بكل قوتك اتجاه هواية أمور كانت معلقة بالسابق كنت تأجلها دائما، من هاي السنة هي سنة الانطلاق لك يعني، أنت راح تبدأ من هاي السنة تنطلق وتجمع الثروة لحد السنين اللي جاية اللي راح توصل بها الورقة التين أوف بنتكل، هو الاكتفاء المادي، ورقة الثروة، ورقة الاستقرار المادي. خلاص بعد انت امنت مستقبلك، امنت مستقبل اطفالك، ممكن حتى بيتك، فهاي سنة الانطلاقة لك. حاول انه تستغل كل يوم من هاي السنة لانه الحظ بجانبك وموجود، فحاول تستغل هاي السنة بمشاريعك، بمعاملاتك، بعقودك. اللي بعض من عندكم طبعا اشوف اذا كنتم منتظرين شراء بيت، فعندكم هواي اوراق تنقل وهواي اوراق شراء بيت، وايضا هنا طلعت لكم. ف اذا كنتوا ناويين تطلعون من العائله تنتقلون البيت وحدكم، الانتقال موجود لانه اساسا هي ورقه العائله طلعت لي ورقه الانتقال، فاكو انتقال ممكن البعض منكم بسبب مشاكل عائليه وخلافات راح ينتقل الى بيت جديد، يطلع من بيته وينتقل لبيت جديد. اللي صار لكم فتره تفكرون او حتى صار لكم سنتين تحاولون تجمعون مبلغ حتى تشترون بيت، تشترون عقار، فاشوف الشراء موجود ان شاء الله بهاي السنه، خاصه الشهر العاشر، وايضا ممكن تكون يعني الطاقه قبلها. اشوف اكو شراء بيت لكم بهاي السنه اذا كنتوا وانتوا صار لكم فتره تجمعون له، وممكن حتى يكون شراء سياره. اموركم الماديه اشوفها تمام التمام، كلها زينه، اموركم الصحيه، اموركم العائليه. خلينا ننتقل للوضع العاطفي. البعض منكم ممكن تتعاملون ويا شخص من برج هوائي او شخص من برج ترابي شويه متباطئ بالحركه، هذا الشخص اشوفه ما قاعد يتقدم بالعلاقه، خاصه بالفتره الحاليه قاعد اشوف هذا الشخص مركز على اعماله، مركز على الاموال، ممكن يكون هاملكم بصوره كبيره. فممكن حتى هذا الشخص من يصير كلامه بينكم وبينه او من يصير عتاب يتهجم عليكم هذا الشخص بسرعه ويجرحكم بالكلام. اشوف عندكم حد، الشخص ممكن يكون من برج هوائي او من برج ترابي، هذا الشخص قلت لكم عنده طاقة إهمال عالية اتجاهكم، انتو تعبانين من إهماله، تعبتوا من علاقتكم بيه، وبالفترة الحالية قاعد أشوف البعض منكم أما هو خلى حد لهاي العلاقة ونهاها، أو خلال أول أسبوع من السنة يعني أول أسبوع من هذا الشهر أو بعد أسبوع من هالأسبوع راح تتخذ قرار إنه تقطع علاقتك بهذا الشخص اللي علاقتك بيه متزعزعة ما بيها ثبات. هذا شخص يوم موجود بحياتك ويوم مختفي، يوم اهتمامه بك زايد، يوم ما يهتم أصلا، وكل ما تحكي وياه هو عذره انه هو مشغول بالعمل بالعمل بالعمل. فأشوف انه هذا الشخص انت راح تخليه لحد وراح تقطع علاقتك بيه. هاي لبعض الناس اللي علاقاتهم متزعزعة، انت راح تتخذ قرار وقرارك راح يتوج وقرار راح يكون صحيح، راح تبدأ بداية جديدة وراح تقطع هذا الشخص، تقطع علاقتك بيه من حياتك، أو حتى التواصل ممكن البعض منكم يكون سوى بلوك أو راح يسوي بلوك بالفترة الجاية. قراراتك طبعا بمكانها لأنه طلعت لك ورقة الإيس أوف وندز، البداية الجديدة، القرارات الصحيحة، الانتصار حتى. فأنت راح تخلي الكارما تشتغل على هذا الشخص لأنه أساسا ورقة الكارما موجودة وياك، وهو راح يرجع بعدين
يحاول انه يصلح الامور، ولكن اشوفك انت ماخذ قرارك انه تقطع علاقتك بيه نهائيا. بالنسبة لحبايبي المرتبطين اللهم بلا حسد، اشوف البعض منكم اللي مرتبطين خاصة صار لكم 3 أشهر تفكرون بموضوع زواج أو بترسيم العلاقة، البعض منكم قاعد يفكر بترسيم علاقة ممكن صار له 3 أشهر، أكو ترسيم للعلاقة، أكو علاقات حلوة متكافئة، حتى بالنسبة للناس العزاب وهسه داخلين بعلاقة جديدة صار لها 3 أشهر أو شهرين، أشوف العلاقة متكافئة، الحب بيناتكم متبادل، العطاء بيها متبادل، الثقة بيناتكم موجودة، هذا شخص نيته جادة، عندكم زواج وارتباط بهاي السنة يا برج الدلو المرتبطين. أشوف إنه خاصة اللي صار لكم فترة طويلة والأمر كان قاعد يتأجل بسبب أمور مادية، فأشوف أموركم المادية في تحسن، وأكو تكافؤ بينكم وبين هذا الشخص، أكو عندكم احتفالات، أكو مناسبات حلوة، الناس اللي متزوجين أشوف بالبيت قلت لكم ممكن تكون عندكم فرحة بطفل جديد، ولادة جديدة تخصكم او تخص شخص من العائلة، المهم اشوف اكو مناسبات حلوة، اكو حفلات، اكو شراء منزل لبعض الناس المتزوجين اللي او حتى اللي يفكرون ينتقلون، مو شرط شراء منزل، فاشوف الانتقال بيناتكم موجود، والانتقال راح يكون بصالحكم واكثر استقرار لكم. عندكم حفلات، عندكم خطوبة او ترسيم العلاقة خلال اول 3 أشهر من السنة ان شاء الله، الامور المرتبطين راح تكون كلش حلوة، والله يسعدكم ان شاء الله ببعض ويتمم لكم على خير. بالنسبة للناس العزاب والمنفصلين، اشوف انه اكو شخص من الماضي راح يرجع يتواصل وياكم، راح يحاول انه يرجع مرة ثانية من بعد ما هذا الشخص غاب عنكم فترة، وانتو كنتوا شبه ناهين العلاقة بيه او حتى ما مفكرين برجعته، اشوف هذا الشخص خاصة اذا كان من برج الميزان او برج العقرب ايضا، هذا الشخص سبب لكم جروح بالماضي وهسه قاعد يحاول يرجع يعتذر لكم من جديد، اساسا عندكم طاقة اعتذار من شخص قلت لكم جرحكم سابقا بالكلام، صارت بينكم وبينه مواجهة وايضا طاقته هوائية، فهذا الشخص اشوفه راح يرجع مرة ثانية وراح يحاول يعتذر من عندكم ويبدأ وياكم بداية جديدة بالعلاقة. طبعا الابراج الهوائية ممكن تكون برج الدلو، برج الجوزاء، برج الميزان، وايضا القراءة ممكن تكون عكسية، ممكن انت مجرحة او ممكن هو اللي مجرحك بالكلام، فعندكم هنا انا قلت لكم اكو رجوع للعزاب، عندكم شخص من الماضي راح يرجع مرة ثانية ويحاول يبدأ وياكم بداية جديدة، ولكن اشوفك انت البعض من عندكم انتم خلاص هاي العلاقة وقفتوها قطعتوها، فعندكم علاقة جديدة، شخص جديد راح يدخل بحياتكم بالفترة الجاية، راح يرجع لكم التوازن والتفاؤل لحياتكم وللعلاقة.